من أجل تسليط الضوء على أهداف ونتائج نداء رعاية الأشخاص المسنين بدون مأوى لسنة 2014، نظمت وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية لقاء تواصل برئاسة الوزيرة باسم الحقاوي، حيث يندرج هذا العمل الإنساني وفق استراتيجية تروم ترسيخ ثقافة التضامن والرعاية الشاملة والمندمجة لفئة المسنين. تنتهي هذه الحملة على شكل نداء بدخول فصل الربيع غدا إن شاء الله 21 مارس. اليوم نقدم حصيلة هذا النداء، حيث توصلنا بآلاف من المكالمات وتمكنا من معالجة 1162 حالة بالضبط. 76% من الذكور كانوا موضوع هذه المعالجة و 24% من الإناث. طبعا يتعلق الأمر بالمسنين يفوق سنهم 60 سنة، لا نذكر الحالات الأخرى التي لا تدخل في المستهدفين من هذه الحملة. وتم خلال هذا اللقاء التواصلي تقديم تقرير يبرز كيفية تدبير العملية من حيث الإشراف والتنسيق والتتبع، ويشمل إحصائية رقمية لإبراز نوعية الخدمات والموارد المعبأة، كما يوضح الآفاق المستقبلية لتنظيم عملية أخرى لفائدة هذه الفئة.